ولعندما ضاح بعضهم امامه بما في نفسه فقد روي ان رجالا ونساء علماء وعوام تحدثوا اليه وافتوا اليهم بما في انفسهم ولكنه كتم ذلك وتعجب كيف ينظرون اليهم هذه النظره وهو هو الباعث الى ذلك. وعندما احضر عن شأن الإمام سيف بن سلطان الصغير الذي كان مع الأسف الشديد باب الفتنة التي اصطلى العلمانيون نارها وتكبدوا نشاقها وتجرعوا وسطها، فإنه هو الذي أتى بالأجارب عما كان عليه هذا الشاب الناشئ من الذكاء والنجابة والطموح. طمح الى لقائه واراد ان ينتفع بمواهبه، فاخبر عنه بانه ربما يلتقي به في طريقه، فاذا القدر يجمع بينهما بمدينة نجوى. وعندما قيل لسيف بن سلطان هذا هو احمد بن سعيد الذي اخبرت عنه، ما كان منه الا ان ترجل عن راحلته اذ نزل عن جواده وسعى اليه على قدميه وسلم كل منهما على الاخر وطلب منه ان يلتحق به في مسقط حتى ينظر في امره. فذهب كل منهما في طريقه ثم اجتمع بعد ذلك بمدينه مسقط، وهناك قلده الامام سيد السلطان بعض الوظائف ثم ارسله بعد ذلك الى الاحساء لمهمة غير صغيرة، فانجز تلك المهمة على احسن وجه. وهنا ازداد شأن هذا الشاب الناشئ وكبرت مكانته في نفس الامام الذي اكبره من اول امر، تولاه مدينة صعار. صعار ولاية لا يستهان بها، فانها مدينة تاريخية لها مكانتها المرموقة في العصور السابقة، وقد تحدث عنها المتحدثون وكتب عنها الكاتبون. ومن الأمر تولاه مدينة صعار، وصعار ولاية لا يستهان بها، فإنها مدينة تاريخية لها مكانتها المرموقة في العصور السابقة، وقد تحدث عنها المتحدثون وكتب عنها الكاتبون. فقال الإمام أحمد بن سعيد في ولايته بأحسن ما يقوم عاقل، جمع القلوب وآتى الجروح ولملم الشتات وأخذ يجمع القبائل من حوله، وقد تعاطفت القبائل من حوله لما رأته من خير فيه، ولأن يديه كانتا تفيضان بالكرم. وهنا توجه الحاكم وهو الإمام سيف بن سلطان خيفة منه وخشي أن يتجرأ بعد ذلك عليه وأن يسترد من يديه ما هو ضمين به وحريص عليه من الملك، فدبر له مكيدة وأراد أن يمكر به، فطلبه إلى مدينة مسقط وأمر عبيده أن يأسروه، وكان يضمر فيما يقال قتله بعد ذلك. إلا أن بعض الناس الذين كانوا مقربين إلى الإمام وجدوا في أنفسهم حرجا عظيما من تنفيذ الإمام سيف بن سلطان الذي حاد عن الطريق لما في قرارة نفسه من المكر لهذا الرجل الناشئ الذي علقت عليه الأمة آلالها، فما كان من أحدهم إلا أن بادره في طريقه عندما وجده مقبلا إلى مسقط وأفضى إليه بما في عيبة صدره وكشف له ما يكيد له الإمام من كيد وما يظهره له من مؤامرة،
تراجع أدراجه على الفور إلى صحار بعد نطمئن إلى سرق الناطح. وبعد ذلك تبين للإمام سيدنا سلطان ما حصل، وعاقب ذلك الناطح وإن لم يعترف أنه بما صدر منه، وحاول جهده أن يستدرجه للمجيء إليه مرة أخرى فلم يحصل ذلك، بل كان كلما كتب إليه اعتذر إليه، حتى كتب إليه رسائل تهديد بعد ذلك، وذهب إليه في أسطول بحري وطلب منه أن يقابله في الأسطول، ولأجل حسن طويلة الإمام أحمد سعيد أراد أن يذهب إلى إمامه سيف السلطان ليلتقي به في الأسطول، فركب زورقا إليه، ولكن العبيد الذين كانوا في أسطول الإمام سيف السلطان هم عبيد الإمام نفسه، أشاروا إليه من بعيد بالانصراف، فعاد أدراجه إلى الساحل ولم يزل متحصنا في حصن سحار العريق المتين. فبقي الإمام سيف السلطان في أسطوله يرسل إليه المرة بعد المرة، ولم يجد الإرسال إليه شيئا. ثم توسطت بعد ذلك القبائل التي كانت في بلاد الباطنة، ورأت أن تقنع الإمام لحفظ قوايا عامله أحمد بن سعيد، وصل الجانبان إلى وثاق بأن يكون عند الإمام سيد سلطان أحد أولاد الإمام أحمد بن سعيد، وهو هلال الذي هو أكبر أولاده، ليظل كوثيقة عنده وكرهينة عنده حتى لا يقدم على شيء يخشى منه الإمام. في هذا الوقت الحرب اشتدت سائرة البخلاء، وحمل سيسر فتنة مرة أخرى بين الإمام وأقربيه، وخصوصا عندما عدم كثير من أهل الصلاح والخير عن الإمام لما وجدوه من انحرافه، وخلعوا عنه ثوب الإمامة وألبسوه رجلا آخر من قرابته، فاشتدت الفتنة، ولجأ مرة أخرى إلى الذين عرف بنفسه ما ينطوون عليه من شر، وهم الأجانب، فأدخلتهم مرة أخرى أسواجا في بلاده، فتاحوا في هذه الأرض فسادا، واستولوا على كثير من معاقلها، وأصبح الذي جاء بهم أكثر الكفين من كل ما كان يملك من قبل، حتى عاد إلى بلده الحزن ودخل قصرها واستسلم هنالك للقدر، حتى جاءته المنية فمات سمدا مما كان يجده ويشهده ومما عرفه من أخطائه العظيمة التي أوصلت البلاد إلى شفير هذه الحفرة، وكادت تتردى في هذه الحفرة لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد لها من أن قدع. في هذه الفترة قصرت مدينة سحار من قبل الأجانب الدخلاء، وكان فيها العامل أحمد بن سعيد الرجل الذي يتوقد عزيمة، والذي يجمع بين جنبيه قلبا لا يخشى من الناس قط، والذي كانت طموحاته لا تقف عند حد، وراى ان الواجب يحتم عليه ان ينقذ هذه الارض مما استهدفت به من شر من قبل هؤلاء الاجانب. حصرت مدينه سحار حصارا شديدا، وكما يقول المؤرخ ابن رزيق بلغ الجنود المحاصرون لها 60,000،
وكانوا يرمونها بقذائف المدافع، يرمون الحصن الذي فيه الإمام أحمد بن سعيد بقذائف المدافع، حتى أن ابن رزيق يقول بأنهم كانوا يرمونه في اليوم الواحد ب3000 قذيفة. وهذا أمر ليس بهين، لأن جنده كان عددهم محدودا، ولأن قواته كانت محدودة، وجميع إمكاناته كانت محدودة، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب له النصر وكتب له التأييد، فكان يخرج بين الحين والآخر عليهم كالليث الضار، فلا يلبث أن يسكت بهم قسطا ويترك من ورائه مقتلة رهيبة تترك آثارها في نفوس أولئك الجنود المقاصرين. وهكذا طالت الأيام والحصار مستمر، وقد مل المحاصر ولم يمل المحاصر، بل لم يستسلم قط، ولم يجد أولئك المحاصرين إلا أن يترك الصلح بينهم وبينه على أن يرحلوا بكل ما تحت أيديهم، فوافقهم على الصلح فخرجوا والحمد لله صاغرين، ثم أخذوا يتتبع الفنون الموجودة في سائر البلاد من بعدهم حتى قضى على هذه الفنون، ووحد البلاد وجمع الفنون وألف بين العشائر وغبر الجميع بالأيادي، فأسلس الناس له القياد ورضوه بأن يكون قائدا وأن يكون حاكما عليهم وأن يكون سائسا بأمورهم. وهكذا دخلت عمان مرحلة جديدة من التاريخ على يدي هذا الرجل الطموح أحمد بن سعيد الأدبي، أحمد بن سعيد البسعيدي الأدبي، الذي أشرق عليه الحظ منذ كان في هذه المدينة مدينة أدم، وقد استعفه الله سبحانه وتعالى منها ليخرج الناس مما كانوا فيه من تشتت وضياع إلى اللحظة وأنفة القلوب واجتماع الشمس،